السلام عليكم ابنتي يا ولادي، داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم وكنحبكم وكنبوسكم من طنجة الكويرة. اليوم جاية نشارك معكم الغدا ديالي. درت شويه ديال الصدر ديال الدجاج، راه رقدتو، درت ليه العطريه ودرت ليه شويه ديال السوجا ورامونطارت، والبطاطا سلقتها، حيت سلقتها بالقشور ديالها عاد نقيتها، وشويه الدنجره درتو ليه باش ندير، حيت لا البطاطا لا حليتيها خصك تسلقيها بالقشور ديالها باش ما كديرش الميه. دابا غندير ليها العطريه ديالها، راه ما غندير ليها لا بيض لا والو، غندير ليهاش البيض، غندير ليها غير العطريه وشويه ديال، حيت لا درت البيض خصك ديري الطحين، خصك تمعسيها ما حد هي باقا داكشي اللي كاين وليداتي. كنسلقها انا عاد نقيتها من القشور باش ما تدخلهاش هذيك الميه. دابا راه غندير دابا العطريه فيها، وهذه راه درتها للدجاج فاش غنغسلو، حيت راه درت ليه غير مليحه، انا ما كنديروش في الماء، كندير ليه غير مليحه وكنخليه حتى تيط القلب. ها هي شويه ديال الثومه، اللي ما عندوش الثومه يدير الثومه الاخرى، داكشي شويه ديال المليحه، شويه على حساب الذوق، شويه ديال الربيع، شويه ديال الربيع، خلاص العطريه راه نتوما عارفين العطريه وليداتي، ما كنبغيش البزار، فلفل اسود، شويه ديال التحميره، سكينجبير. انت درت غير شويه، ولي درت غير حساب ديال ربعه د البطيطات، ولي عندي تبارك الله بزاف، درت بحال حساب نص كيلو. درت شويه ديال الكمون، هادشي اللي كاين، انتوما معايا وليداتي وما تخلاوش عليا، غير لايك الله يستر عليكم. غدا خفيف ظريف، انا مكنبغيش ندير معاكم، كنشارك معاكم هداك الشي خفيف ظريف اوليداتي، كنبغي ليكم الخير وكنبغي ليكم السعادة وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكنحبكم وكنبوسكم من طنجة الكويرة اوليداتي. الله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنين، كما قلت لكم كاع اللي دخل وكاين، جايبة واحد الباكية ديال والله ما نعرف فين حطيتهم كاع، بسم الله. ما كتبرد لياش انا هذيك قلبي، وغنكركبها وغنخشيها شويه في الثلاجه حتى نطيب هذاك الشيء، عاد نجبدها من الثلاجه باش ما ندير ليها لا ما ندير لها ديك التخليطه ديال الطحين لا والو، تكون شاده راسها، ما نديرش هذيك التخليطه ديال الطحين، بغيت نديرها عاديه، حيت اللي درت هذيك التخليطه تاني ديال الطحين راه هانتوما معايا حتى انا هانتوما. دابا غندير فيها شويه ديال الفرماج كتعطي هذيك التعليكه ديالها، حيت ما بغيتش ندير فيها البيض، ثم دابا غندير شويه ديال الزويته في يدي باش نجيب شويه ديال الزويته نديرها في يدي باش ندلكها، وما غنديرش الفرماج الاحمر، اللي بغى يديرو يديرو حتى هو،
داكشي اللي كاين. هنا غنغسل يدي و نجيب شويه السويته. ثم وليداتي غندير شويه الزيت بسم الله هكا. ورا موجدة البلاصة ديال الدنجال بسم الله. واحد اللي بغى يصايب الخبيزات على قياسه، وغنديرها في الثلاجة حتى تشد راسها مزيان باش ما تخسر ما دير حتى حاجة. اللي بغى يدير هذيك التخليطة ديال ولا يديرها بالعطرية ديالها بكلشي ديالها. انا بغيت نشربها ان شاء الله غير بحال هكا. ما بقيت ما بغيتش نقوي لي هذيك التحميره بزاف بزاف حتى تولي حمراء كي دابا فين كتهز تتشي بها يعني، وكتكون بارده ما كتديرش ما كتخسرش. زويته باش كنساعد تانا. والواحد دابا كيبدل شويه هكا شويه هكا صافي هذاك الشيء خفيف ظريف. كما قلت لكم راه كنبغي نشارك معكم غير هذاك الشيء البسيط، داك الشيء بسيط اللي غايديروا كل واحد. ولا بغيتي دير ليها البيض ودير ليها داك الشيء حسن، ديريها في الطاووق شيها الفران ونوضيها هانية مات ديري ليها يعني وعطي ليها الفرماج مزيان وخشيها في الفران. انتي الغديوة ديال الدراري على مزينات. صافي هانتوما معايا دابا ما بغيتش نقطع معاكم. صافي دابا غنخشيها في الثلاجه، غير في الثلاجه ما غنديرهاش في الفريكو. دايره الزيت كيتسخن وجايبه الدنجال درت ليه غير الماء، ما كنديروش انا في الماء، كندير ليه غير الملحه حتى تيطلق لهاديك المويه ديالو. راه ما غندير ليه لا التخليطه لا والو، حيت هذيك التخليطه انا ما كتعجبنيش، كيبقى الدنجال بيض من الداخل، هو كيتقرمش من الفوق ولكن كيبقى بيض هكا. دايره غير شي شويه ماشي بزاف باش يشرب هداك. داك سميتو دايره دايره المقلاة هادي، غندير فيها الدنجال والبطاطا شي، وغندير مقيلة صغيرة ديال وحديتها غنديرها للدجاج. هو هادشي اللي كاين وليداتي، وانتوما معايا ان شاء الله حتى نسالي. راه كلشي كيعرف يقلي كلشي، غير بغيت نشارك معاكم الغديوه ديالي هادشي اللي كاين. هانتوما معايا وليداتي حتى كنطيب. انا طيبت داك شويه ديال الدنجال، درت غير شويه ديال الصدر ديال الدجاج. ها هو كما قلت لكم انا درت ليه غير شويه ديال العطريه ديال الدجاج والصوجه وشويه ديال الرموطارد، وهادو خلاص هادوك المعقوده. انا راه ما درت ليها لا هذاك الشيء ديال الطحين لا والو، غير كنديرها شويه في الثلاجه كتشد راسها، فين كترميها صافي، غير ما ديري ليهاش الزيت بزاف. ولا كاين الفران ما حسنه، نديرها لواحد في الفران حسن من كلشي.
هي ما درت ليها لا التخليطه ما درت ليها لا الطحين لا والو، طيبتها هكاك باش ما نقويش سخونه. الله الله الله، وما تكرمش مع راسها. وكنتمنى ما تبخلوش عليا وليداتي، ما تبخلوش عليا بلي لايك. الله يستر عليكم والله يحفظكم، الله ينوركم، الله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان يا سيدي ربي. الله يحفظكم اوليداتي. هذا الشيء اللي كاين مهم، الغداء خفيف ظريف، هذاك الشيء اللي بسيط هو اللي كنشارك معكم. ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه اللي سميتو كواحد وحدو الضمير ديالو. انا كنبغي نشارك مع الواحد هذاك الشيء خفيف ظريف. دابا غنقطع شويه، راه شفت واحد الخياره شويه طماطيشه شويه ديال هذاك الشيء شليطه، والله يجعل البركه، الله يقوي الخير. هذا الشيء اللي كنتمناو، كنتمناو الخير، كنتمناو الخير للجامعه وليداتي. هذا الشيء اللي كاين وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله يا ربي يا ربي. هذا الشيء اللي كتب الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. وكنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم ان شاء الله يوم الجمعه بالصحة والسلامة وطول العمر. باش كنتمناو في خاطركم يا سيدي ربي يا ربي، الله يسهل عليكم والله يحفظكم اوليداتي. اللي ناض يقول الله يبعد مني شر الخلق، الله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان يا سيدي ربي. وبلا ما نطول عليكم اوليداتي، مهم هادشي اللي كتب الله. كندير شويه ديال الشلاطه، راه كلشي كيعرف هذاك 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 الشيء. غير كبغيت نشارك معكم نقول لكم الغدا اللي درت اليوم. كنتمنى لكم الخير وبالسلامه عليكم، والله يسهل عليكم. وما تخلوش عليا بلي لايك، الله يحفظكم، كنطلبكم على لي لايك. الله يستر عليكم اوليداتي، غنحقق هذوك هذوك الف ساعه. الله يستر عليكم اوليداتي، الله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان. هذا الشيء اللي كاين كما قلت لكم، ما كنبغيش نشارك معكم شي حاجه اخرى، كنشارك معكم هذاك الشيء بسيط. الله يسلم عليكم اوليداتي.